أعود إلى موضوع اليوم العالمي للمياه والأمم المتحدة التي تقول بأنها تسخر الطبيعة لأجل المياه. وللحديث عن الموضوع من جديد أعود إلى ضيفي عبر الهاتف الدكتور محمد داوود، استشاري الموارد المائية في هيئة أبو ظبي للبيئة. دكتور محمد، قبل قليل كنت سألتك عن موضوع وجود ملايين الأشخاص بدون مياه صالحة للشرب قريبة من منازلهم إلى حد الآن، سببه ماذا؟ نعم، هو كما ذكرت حضرتك هناك أسباب كثيرة جدا لجح موارد المياه في العالم. جزء منها هو الجزء الطبيعي، بحيث أن بعض الدول بتقع في حزام المناطق الجافة، وبالتالي هذه المناطق تعاني من جفاف في الموارد المياه، عدم وجود أمطار أو أمطار تقل عن 50، معدلات الأمطار بتقل عن 50 ملي متر أو أقل من 100 ملي متر، وبالتالي لا يوجد أيضا موارد مائية طبيعية متجددة عذبة زي الأنهار والبحيرات العذبة، فهذه المناطق بتعاني من شح مواردها المائيه الطبيعيه المتجدده. لكن هناك ايضا في بعض الدول سوء اداره، بحيث انه اذا عندك بالرغم من وجود مصدر مائي الا ان هذا المصدر المائي لا يدار بشكل جيد ويلقى فيه المخلفات والملوثات ويؤدي الى اهداره وتلوثه وعدم استخدامه بشكل كفء. الحقيقه انه لو بصينا للشعار المستخدم ليوم المياه العالمي هذا العام، الطبيعه من اجل المياه، عشان نفهم يعني ايه الطبيعه من اجل المياه، نجد انه حوالي 80% من مياه الصرف الصحي في العالم بتلقى في المجاري المائيه وتؤدي الى تلوثها وهدرها. عندنا تقريبا حوالي 70% من اجمالي المستنقعات والبحيرات العذبه تم تجفيفها واستخدامها كمناطق زراعيه او مناطق سكنيه. كل هذا بيؤدي الى مشكله موارد مائيه حقيقيه. طيب يعني كيف يمكن حماية يعني المياه؟ نعلم بأنه توفير أمن مائي هو أصبح من ضمن أبرز التحديات التي ربما تعانيها العديد من الدول التي تفتقر إلى مياه صالحة للشرب، حتى في الري، حتى في الزراعة. يعني التحدي توفير الأمن المائي، كيف يمكن الوصول إليه؟ تحدي توفير الأمن المائي بيفرض علينا، على الحكومات وعلى المستخدمين في وقت واحد، انهم يقوموا بمجهود لما يسمى بضبط طرفي الميزان. ضبط طرفي الميزان عندي او الميزان المائي بيتكون من موارد مائيه متاحه، وعلى الجانب الاخر طلب على هذه الموارد واستخدام لهذه الموارد في قطاعات تنمويه مختلفه. اذا لابد ان احافظ على الموارد الموجوده عندي واحاول انميها وازودها بان انا استخدم ربما موارد مائيه غير تقليديه زي التحليه، زي مياه الصرف الصحي المعالج، زي استخدام واستقطاب الندى وغيره وغيره والامطار وغيرها. وعلى الجانب الاخر لابد ان نهتم بالقطاعات التنمويه اللي بتستخدم هذه الموارد، بحيث ان هم يتم الترشيد وتعظيم الكفاءه الاقتصاديه من الموارد المائيه في هذه القطاعات، زي الزراعه مثلا، استخدم طرق الزراعه الحديثه الاكثر ترشيدا وتوفيرا للمياه والتي تنتج يمكن 10 نعم دكتور الانتاج العادي وهكذا. نعم، اشكرك جزيلا على هذه المداخله الدكتور محمد داوود، استشاري الموارد المائيه في هيئه ابو ظبي البيئيه، كنت معنا عبر الهاتف من ابو ظبي. شكرا جزيلا لك.